سمحت شيخ سؤالين بشكل سريع لأنه ما عاش معنا وقت كتير. الأخت فاطمة سألت كيف يقال أن العمل الفلاني يعادل 70 حجة مثلا أو أكثر من ذلك؟ وضحوا لنا سماحة الشيخ. يعادل ثوابه يعادل يعني زيارة مولانا الإمام أبو عبد الله الحسين تعادل عند الله سبحانه وتعالى مثل هذا الذي ذكرته، لكن لا يعني ذلك أنها لا تحج إذا استطاعت، يجب أن يحج، ولكن ثواب هذا العمل زيارة مولانا الحسين عليه السلام أو غيره هذا يعادل ثواب 70 حجة، يعني أجرها أجر 70 حجة، لكن لا يعني ذلك أن تبرأ الذمة عند الاستطاعة، يجب أن يحج إذا استطاع. مش معناته أنه بعش حج